قصد احتينا ربي مرسيس نشكا دغيت الجامعة انتي دسيني سندان ليلة نحماسي قليم انتلو دان تليح الحدود نقر تلو دان تشتوكا لنتبع لين تيسدان الجامعة نيمي مقرن وكذلك الجامعة انت سكتلت يعني الجامعة يد ليلة نميقيد رئيسن سيدر ازيوال انسول ما تسكر حتى انت فما زكتين الجائحة يد الجائحة الكورونا ما تسكري الساكنة من خلال هذا سنتوفر ما يتعلق سماز الاكل الخضار الفواكه اللحم وما الى ذلك ما يتعلق سماس المواد الغذائيه بعد الى القرار اغلاق الاسواق الاسبوعيه الى حضر التجوال يعني العدد المسائل اللي سران سقص غصاد الرئيس ما يسكر الساكنه انت تسيني سندان باش ادور تضرر حماسه الجائحه كذلك تنسقص حماس المواد التنظيف ما كيس نسكر حماس القضيه المعقمات القضيه تعقيم الشوارع المركز دي دوران الجامعة كله ديال عدد المسائل كله اللي راني ندي حتى ميكير مغيرة حماسة كتين مباشر على باج موقع التواصل الاجتماعي اللي كان راه بيتنس فيسبوك .com/sokapress ايوان اللي راني ندي حتى تبع المباشر لوحد يسقسي تنس ولا كذلك ان اهمال باش تيسان فماسة الجامعة الجامعة انت تسيني سندالنا اللي سني حتى لا حماسة لقليم انترودانت كذلك الى التليفون 0603-91-79-80 سيد الرئيس مرحبا اهلا وسهلا سي مصطفى نتشكر نتشكر المشاهدين الكرام يعني شكا بريستانت تتبع نتشكر في اللقاءات يعني اللي في كيميكي كيسوس فيون اللي تسكن الجامعه تسيني سندال اخ مايد ليلا غلاد حجم زاد خدوني تكون شد نعم شكرا سيد سيد الرئيس كانيت يعني سي ادر يعني تقريبا شهريا ديال يومين اي تبدا الجائحه تبدا منذ ظهور الحاله الاولى حماسه كتين 7 شهر 3 يعني 7 مارس ارغس يعني 10 ولا 11 ابريل يعني نتجاوز 400 مصاب يحرت نظرا لحاصلا غسد من تلكم يعني تيتسهلي سندال ملي كتعيش هاد الازمات هما سن الشهر هذا كله بالنسبه للجامعة سندال تعيش الازمات تقريبا ممكن لي كل عايشين يعني السكان العالم العالم كله وكذلك السكان المملكه المغربيه بالنسبه للرقم يعني الحمد لله نتمنى ان شاء الله سوق قدام باش الرقم يعني يسرح في الانخفاض ويسرح سوق قدام ويتحول وكان بالنسبه لجامعه تيتسيني سندال تاخذ مجموعه من الاجراءات يعني اللي كله تاخذ يعني الجامعه تيضنين اعتراف نسوي ان شاء الله في المسؤول ولي التحول نعم سيد الرئيس يعني ما يدقى يقى واضح يعني ان شاء الله غير كلي ساكنيح يعني مباشره حماس 7 فبراير و 7 مارس عفوا يعني القرار اللي بهري كان جائح ضد ولا جائح ولكن اللي بهري يطرن الساكنه وهو حظر التجوال باغلاق الاسواق الاسبوعيه باش دور تفوت لحد نكس تنس الزويت يحرد تفوت ثويتيات الوثيقه السماح بالخروج للضروره حجر دار عون السلطه ولا لامين كريكتين ديال ستيني يعني كل ما يد ما كيس تسكر محمد المسيلات باش توفر رخص تنقل ميد مثلا نسميد الاغلبيه لنا حلبه وادي وقربنا لعون السلطه باش يسني السوس لتوريق السماح للخروج حتى دابا كان اول اجراء قبل ادب ادقل لسوق اذا بالنسبه للاجراءات الحمد لله يعني ب يعني تنسيق مع السلطات المحليه يعني بكل عطافها والوانها يعني تعاون الخيرات يعني الجامعه تنس سلدان كريك التدوار تقريبا كيس المقدم يعني ولا المشكل مدنا كل ما انت توريقت يعني رخصه الخروج ارتقى يعني ولا كان المشكل الحمد لله بالنسبه للخيرات نعم ان شاء الله من بعد ما السوق صفتونا اي تي سي بزاف ما السوق تسوق نعم باش انا اللي حق اللي حق السوق ما نقال له جانسنا القادمه غير بالنسبه للسوق انا كني السوق الاسبوع اللي ثاني اللي درنا هيك كني السلح يعني يتوقف يعني هو اللي يخدم كما جميع الاسواق كله مدنا توجهنا بزاف سولة التيمة نغدا سبت القردان غير نعتقد ان الاغراض نص راكي حتزرين ان شاء الله لمرحله الوباء الكورونا ان شاء الله
نعم يعني من بعد إغلاق الأسواق غير غلاد تدغينا سنيت ولا التيمة وكذلك سبت القدان أرتين بزاف غير الأسواق النموذجية ولا يدبوت حنا يعني بدنا غير الحجارون يسير لك نبوت حانوت اللي ديوي له خضرت يسكر ما يدهمس الجماعة بلا سوري في التوسع مالين يكون نعم السؤال لك يقوجي يا سي مصطفى بالنسبة للجماعة التنس ندرنا يعني كل دوار الحمد لله اللي ما دير لي إلا قبل كورونا يعني دوران الجماعة التنس ندرنا كل بيستيحونا يعني كل شيء اللي درتي التاون التاون الخضرة التاون المأونة يعني كل شيء اللي أصلا يقوجد والحمد لله نستأنسني هاد لي سمايان يعني ولفني هاد لي بوت حنا تنتني ولفني هاد لي مان خدمنا في الناس زايدنا في الناس وري لا التكلفات الحمد لله. نعم ما كان مراقبة الأسعار شكون السوق نتانا على شي اللي حتى تفضلنا في السوق الأسبوعي وهو إيكا رفق شوية مع مدن الأغلبية كان كله غير المساكين يعني السوق الأسبوعي كان رفق شوية ولكن يدوت حنا وراء كذلك الأسواق النموذجية للتليان ديفيرونس ثمان ولا كذا يعني استلا المراقبه الاسعار ايمات غير كتسكن حنا بالنسبه اللي دوران ولفني هاد الاثنين بزاف راه تقدون اغلبيه تقدون حدا اللي تبوت حنا يعني ولفني هاد اللي غير حتى تبوت حنا في مدنا وفلاش نزيد يعني الثمن يقى في متناول الجميع ورت لا الزيادات اللي كانين خياليه عند يعني انه تل المراقبات اللي كذلك المساعده ديال المواطنين وكذلك الجمعيات السلطات المحليه يعني كل شيء ما يدي تجند لان ما يدي كل شيء وين حميد المرحله يدرس كل نعيش اركي نفك ان شاء الله بخير وعلى خير. نعم اما بخصوص موضوع التعقيم يسفرق من حماسي دوران يسترش من دوران الدروفال المركز يعني كله ما يتعلق سماز التعقيم حماس الوبائيات ان شاء الله غير كلي سنين تنيت حلول عطمنا ان شاء الله دوري دوم السلطات الداخليه وكذلك الصحه لان سن 20 ضرب ربي تبارك وتعالى قال حال 20 دوري وكر يح التزم من تيغمانس وخا حتى كل غير كلي التنين يعني منو عتي تنقلت كذا ولكن باش توصلت المعلومات عتي اشقاء توصلت الاتصال عن بعد شويه الا نطلب بعض البرايس ورقيس للشبكه ورقيس للمسايد اللي يركن لك المباشر عن بعد غير كلي سكر متنظين سي سي ادري يعني غير كلي ساكني القضيه التوفير اسم القضيه التعقيم ما كانت سنيت السي مصطفى بالنسبه لاول حاجه اللي سنيت ثاني كنيت لقاء عادتي كانت لقاء اللي نسكي غير ديك غير تحسيسي باش نحسس من ما تيخص حتى التوسكار نحسس ندير لنا عندنا خلال التكنيكا ساكنه جامعه التنس ندير لما نسكر ما تيخص نسكر ما حتى انا كنا تورن كره حتى كني هذا كنت قاور الذكر نطفو ولكن الظروف العمل ضروري نسكر المسائل وكان نشكر وزارة الصحه اللي قال لي المجهود يعني الحمد لله يعني وتنشهد نسني خيالي بالنسبه لباش تحارب الوباءات كذلك السلطه الاقليميه على راس السيد العام التي أكد لي والمجتمع المدني أركز في النقطة المجتمع المدني بأنه الأغلبية يعني أدران ندران لا ندران لسكنين يعني تعقيم يقول ينسن بالنسبة للجامعة تسكن حملات يعني تسكن حملات توعية للمواطنين دائما التيني باش تشكوش نختك موانسن السلطه المحليه راح تعاون الخير هذا الناس سميتو شكون دغور كل الاغلبيه يعني دوران دغور كيف الحديد نبرح حتى مزكي دي وين يعني دابا تقور حتى كمانسن غير هذا قسم الطلبة السور كيس قاور كيما قيس نقاور الثاني كني ولا كلشي مدني كله باش نحدو يعني الوبايات بالنسبه كذلك الجامعات تسكر يعني تسكر يعني بصفة مستمرة يعني دائما تعقم السوق الأسبوعي كذلك المجزرات الإدارة المركز الجامعة وكذلك المركز الصحي اللي لنا هي مغزر كذلك المستوصف اللي لنا هما كست الجامعة تي ودوار تي وكذلك المستوصف اللي لنا هما كست نيت بن هوا غادي لنا الدق أن تعقم كذلك حتى يعني تيحونا ككل فتحونا اللي نخرج الجامعة تي نسندان كل دوار دوار ككل فيما ونتحونا اللي سميتو اللي غاتقدرون بزاف مدن نعقمت كذلك المساجد باش تجي تقول لو تنجم تنسي دار نسكر العمليه التعقيم يعني ونفل حتى كالبلاصه ولا نسكر التعقيم نعم وكان نتمنى تلجا المدرسه العتيقه تنتقد الاعلان وكان ان شاء الله نتمنى حد الدور بالباس يعني نتمنى كاع 20 يا اخي كاع 20 هاتي الفرحه يا يعني اختوري كاع هاتي الفرحه نتايا يعني نصبر ان شاء الله راك يحط الدور بالباس نعم ان شاء الله نتمنى السنه 20 افريل نفوق غنسكر الفيشطه اللي سنان اللي ستينين يعني منو نفوق غنسكر الفيشطه نفرح بس ننتصر في مس الوبايات تلدرنا 15% ربما ولا مشكل لك يعني 14% تزوج تيضقام ربما ونس مشكل ورث انه قال الاحصائيات نسته مشكل ولكن بحد ذاته تعتبر انتصار
الدار مقارنة إلى بعض الدول. إن شاء الله نتمنى أيزيز فايك أدوري أدور رمضان غير كلي ستين بدنا نتمنى رمضان هذا رزم تيم زقاد يوين الظلم بدنا ترويحات الظلم بدنا تيوتش الظلم الصبح الظلم قيام الليل ذكرنا كل شيء ما ينحمس نتم زقيدة أدوري لي كان المانع اللي رتني منع ثلاث مادة اللي كان أول يستي كان دوكرن هكورني دروس نسمع تيون غير كان تيجان د أنظار وري لام هنا ويسكوسنا يعني سيس كوسنا دوري لا أنظار وري اللي كرزني بدنا ور مقرن ور كرزني ما دم قرن ور مقرن ما دسرواتن يعني وري لا أنظار ولا ميا أن لأنه كان السوق ولا إجتاء وراء الحبوب فقد ين دقيق المدعم حماس نتي تسيني سندان يساتي يتلك من مشكلة خنشاتي يتلك من ماني كسات تزاع كل ما يدي يقوين السلطة المحلية نكون غير نرى معلومات حجارون كسلطة منتخبة. إذن بالنسبة للدقيق المودي عام بالنسبة لجماعة تنسين سندال أريد تفرق تقريبا مشكلة ديال العدد إيسو قوسنية لكن أنا نسيت بتنسيق مع السلطة المحلية يعني استرتيب دوران كان يقدر دوار لقنات لك متوالا أردي أريقوية تولا نسيت ديو يدقون السلطة المحلية يعني تكلف سميان نرتك الوراقين بلات تشكي نقل المعين تولا يعني قلنا دي تشكى كل شهرين تقريبا ولا ثلاث شهور دي تشكى لقنات تزري دوران أشكي ندوية بالنسبة ل الحبوب اللي سنيت يعني دان غير ديال الكميات لو كان هذه الكميه غير كما كاست الديبو ولكن ان شاء الله تقلت هذه الكميه قربت تشكي ان شاء الله باش كنسكر التوزيع ما ينكلو نظرا علاش نظرا لهاد الظروف اللي انا غير درت فيها هكا يعني تقسمت مره مره يعني الله نجل خير نركح كل يوم نقسمت المدينه تدور ان شاء الله. نعم شكرا سيد الرئيس يعني القضيه وكون غير كلي سنيت الى ايبيكا اللي توزع اللي قال الكتاب كلي سنيت كم توالا يدوران وما الى ذلك. ثلاث المذكرة الوزارية وزارة الداخلية مثلا ثم الجماعات رؤساء الجماعات يعني بدون اللجوء إلى دورة استثنائية ولا كذلك انتظار مثلا المرحلة إعلان العمل الدورة إلى طريق عقدها أي التصرف في ميزانية الجماعة بنقل فصل إلى فصل كل ما يتعلق سما ما يدلس كيسين القانون ما قال الغرض وهو اعتمادا على التخصيص الجائحة كورونا منها من حل جماعات واللي خصصني الميزانية عون سي الصندوق اللي حد سيدنا تنصر ربي تبارك وتعالى الصندوق لمكافحة الجائحة كورونا يعني نقيس واللي تخصصني يعني مساعدات الإنسانية عبارة عن قفاف وعبارة عن مساعدات يمدنا لجان المعوزين كوني حمياد ما دي تسكر محمد الجانبات. إذا نشكر في البداية قليد محمد صدى تنصر ربي اللي كان منذ البداية الأهمية القصوى إيماياد يعني من قال المغرب من بين البلدان اللي تاخذ الإجراءات باش تحدن الوبايات وكان من بين الإجراءات اللي توسكان هو أولا صندوق ديال الصندوق اللي سكر محمد السادس يعني اللي كان يتلقي مضافة إلى دليل المغرب الحمد لله نتحمد رب راش نتشكى وكان رد دحس وزارة الداخلية اللي سكرنيت يعني مذكرة استعجالية يعني الهدف منها هو تسريع الوتيرة يعني باش للرؤساء يعني الجامعات باش تتخذ الإجراءات يعني بصفة يعني قانونية وكذلك سريعة. أما هي أول لنت الإجراءات ديسكا أرتسكرت معنا بزاف أرتعطلت يعني الإجراءات القانونية سيمانة ثلاث أيام دمين كلها تقاد لكم انت دعوة يعني الأعضاء غيرته هو غير من حق الرئيس يتخذ الإجراءات الحمد لله يعني كنت يتخذ الإجراءات نسكر ما يدكون له إن شاء الله يعني بالنسبة للجامعة تلسيني سندال نترس ديال المبلغ اللي كان تقريبا 160 ألف درهم باش السيس تعاون يعني حلا خيرا حلا خيرا اللي كل سكن مدن نسكر كيس يعني المواد التعقيم كذلك المواد الغذائيه وكذلك تزويد الساكنه مدن اللي خصنا ومان الماء السعي للشرب ارض تعمار المطافي اللي كانين تي الجامعات يعني ما يدي قال بدايه ان شاء الله وكان منتظر ان شاء الله يخديو ربي الخير هذا نتمنى دار ربي يحيد الوبايات عما قريب يخو راح يتعاون تاخذ الاجراءات ان شاء الله. نعم ان شاء الله غير كليسنا البعض دورا وخاصة حماس الجائحة الاثنين لكم الحال واللي داروا لنا مان ثلاث المبادرة تيسكار حماس العمل انترودنت مؤخرا تقريبا توزيع الماء الصحي الشرب عبر الصهاريج
هي يعني من نوي دوران اللي نتك الجماعة انت تنسي تقيس حتى أصاد سليم حماس يعني من نوت الجماعة كله يتكفي الأمر حماس من طرف العمل من طرف السلطة العاملية والمجلس الإقليمي كذلك مجموعات الجماعات اللي لها الدائرة ولا التيمة يعني كل ما يد اللي نطلب هذه دوران حماسك تنغسل حماس انت تسيني سندان تصنصيحنا انك ودي خصنا حوامان والعقل في سمو دورنا ولكن ما تسكن محمد زمياد رغم انه غير اللي ساكن ليه لا القرار حضر السلطه العامليه باش تملك من الصهاريج ومن كنتشكر السي مصطفى سيتيرنات عفوا بالنسبه لاكاديس نيت العمليه انتويزي يعني توسكر وراكي مطلو السند نيت اللي زرينين نسكر تحلقوت بنولد تيمه نقا من بين اوائل في المرحله الاولى ما بين كل الجمال تتسيد وصاد صد اهل الرمل نقا ان الجمال يستفد من المرحله الاولى الحمد لله انا كنت تقريبا ادرا ان كل درهم اللي خصنا نوامان اتي نفيا سنين نفيا سنين السيتيرنات نوامان دا نفس الادوار الرئيسيه التي انا غير كني لا غير حتى تجارب بما امانه لكم انت باش ان شاء الله درسني لي وامان ورغم ذلك تنتني درسني في وامان امان ان شاء الله تنتني ها سميتو يعني الخزان الجماعه ولا لا نتوج الطريقه انك رنتني باش ان شاء الله نحد حمايده ما بالنسبه لدورنا دينا تي لندرس وامان يعني الاغلبيه يعني دورنا تي طفنا ما غير هذا بالنسبه اللي داني بزاف فيها اللي قال المشكل هو المنظومه اللي تبناها هو تي 10 دور هذيك شنو تيتي وامان واللي غامرين هاتي رسم فيها منها حطوا في وين دور اي سي الغوطه اللي داني قال لك بالنسبه للمعصر للشرب التوخصم ان شاء الله نتمناها من قريب احيد الخير ان شاء الله. نعم بخصوص كليسا كان يحس السؤال اللي سهل جاوتي ولكن ولتي تعاود تحمس اكثر للقضيه يعني المساعدات الايميت اللي تقرب من تحمست تسكن في الجامعه اسلام تزدي جات تسكرنت ولا لا تحط دراسه. بالنسبه للقفه الاستنين هي تلا المرحله هنا يعني دائما التنيه بالنسيق مع السلطه المحليه لان بعض المحسنين اللي هادف كانين لبعض ايمدن لبعض اللي توخصان بالنسبه لجمال تنيس ندير ان شاء الله انك تخصيص تقريبا المبلغ تحاول مع مكانه تسكن ما بين 300 400 لقفه ان شاء الله الى دار المعمل المعمل يعني الاسم اللي هو لافارج ان شاء الله تلات غير في تنتين ان شاء الله حوالي كان 300 غير كان لقفه تنتين ان شاء الله نعم يعني جامعة التنس ديال الكلوت وان شاء الله نتماغ لك كنيا نتماغ باش عندك ان شاء الله 1000 قفه ان شاء الله هذه المرحله الاولى. نعم ان شاء الله غير وليدي حلاني نحن مباشرين اللي تابعني يتمكنوا دي تصل من البرنامج عبر الرقم الهاتفي 06-03-91-79-80 اتينا تو سجل التعليق غنى وان ايران ادي تصل كذلك السي عبد الله تيتسي الشكر الجزيل للجماعه على التعقيم المستمر كذلك السي احمد منوار انك اخر حاله ولا اخر حس القضيه الكورونا 1448 نتمنى ان شاء الله يحدوا البس ابه لولي تزيد ميد لكن بارا نشكر السي مصطفى على المشهودات منك تحياتي سيد الرئيس انت تزيد تبارك الله عليك السي عبد الحق ابو درار السلام عليكم تنمير نون تحياتي السي ايدر الرجل المناسب في المكان المناسب ان شاء الله نتمنى الاسئله باش هذا حديد لكم ماني فيما يتعلق مثلا انتظارات نون بخصوص هذه الجائحه الكورونا يعني تلاقي القضيه نين ربما ركز عينين اي تيتسي استيقان الدراسه عن هو تروانس مثلا من بعد اغلاق المدارس اشكال ديال القرار تاع وزارة التربية الوطنية باللي الأمر لا يتعلق بالعطلة، أعتقد العطلة حلا ولكن هذه الدراسة التي عن بعد يعني إقصاء أدقان عبر الإنترنت ولكن ربما لا نغنى العدد المسير وهو غياب الهواتف النقالة قلة الشبكة وما إلى ذلك يعني ما كيسك الجامعة حمايد باش تريث تبعا الدراسة كجامعة وكجمعية يعني هل نطلب مبادرات حماسة مياه بالنسبه لنغونيكا مشكل عويش قال لي سنيت نظرا اولا المعنى اللي سنيت مدنا وكل الطفل البورتابلات ولكن ماشي راه كل دوني مدنا كل اغلبيه مدنا غير نضاتي درس يعني البورتابلات ما تخدم الا ما يسن الطريق اللي سري غدمي لما ترسن الا عاوتاني نظره الصبيب حسب الشركه اللي سكن الثاني درس الى الصبيب كاع زايد ولا وربع ريلا بالنسبه لما نشكر بزاف بعض الجمعيات لان الجمعيات خلينا حال الخير درت تشكر بزاف عاتي كانت المجهودات يعني راه قران الدريلان الدريلان قرين يعني عن بعد
يعني ولا المشكل يعني سياسه الوتيره باري مقرن لا انا اصلا الدراري اللي قال لي مجهودات اللي الجمعيات اللي خدمين في ميدان اللي قبل يعني الاسكان التعليم يعني سواء بالنسبه لرد الاطفال سواء محاربه الاميه يعني مدلول الفنان اللي جد مان وكان غادي كاع اضافه او الثاني باش الضحى استفدنا هي التجربه يا ضمن. ان شاء الله يعني غادي كاع القضيه والفرق مثلا سود كريس كنطلب على الجمعيات حماس لبعض المناطق فرق مثلا بطاقه الذاكره يعني الكارت ميموار في الدريت باش معبأة بالدروس يعني بلا سوليك شي زاريك شما باش فيسي كيس الانترنت مباشرة يعني ركيك شما سماس الميموار البورتابل حبيتا قايل يعني نقيسيكا نقيسيكا في الدروس يعني كذلك لبعض الجامعات اللي فرقنين التبيئة فرقن التبيئة الجمعيات عفوا لبعض الجمعيات اللي فرقنين التبيئة البورتابل باش اسيسي عبا شهر الانترنت مثلا اللي تبع الدراسة يعني العدد الجمعيات سكن سنت مية يستلم تكلمنا ما ديش حماس ندارونا غير حماس بالنسبة لجماعة سنسن دال الجمعيات اللي غير دانين لانطلب بعض الجمعيات اللي سكن يعني المجهودات الجبارة فيما يخص يعني الإعفاء باش نقدر تخلص مثلا يعني الا ما يعفان شهر شهرين حسب الاستطاعة نقدر نخلص الأمان يعني الماء الصالح للشرب هذه راهي عفلات نفلس التوشكا يرينت الجمعيات اللي خدمت لحد الآن خدمت في مانا لسنيت يعني كانت الإحصائيات باش إن شاء الله توفر لنا خير. نعم ان شاء الله القضيه مثلا الدعم اللي تخصيص الدوله المرحله الاولى واللي داري لها الرميد يعني الصيف النيان المضبص باش القضيه رقم التغطيه الصحيه اللي نحدو نرب البيت باش تدلكم الرقم اللي سري استف وما الى ذلك من الصيف تذكر العراق ينحر رقم 12 ربما للضغط اللي في لاسيلان يعني الضغط الرقم وريكا وهمي يعني الرقم يقى صحيح ولكن نظرا للضغط اللي في لاسيلان الا ما مدير جاوب الا ما التمور جاوب الا ما يتخلص غصا الا ما التوري يتخلص غصا كذلك الجمعه يبدا حيا القانون الضنين ولي ضروري للرميض ولي داروا للرميد حتى اثنين الدفعان الى الموقع نصح الانترنت باش الدفعان حتى اثنين تستافد من الدعم العمومي يسلا كانت التوعيه الساكنه حماس نيدسي غير اللي ساكنين حاد السن بعد الطرق اللي صارت توصل الكود الناس ما الى ذلك بغي كاد غير غوي الداحل اللي داروا للرميد اللي بدا ينغص غير كتسكن هي كاين يعني منذ البدايه الحمد لله يعني كنا كجامعه تنسدر نتشكر يعني الحمد لله بنق الجمعيات اللي تخدم لنا جميع المستويات الجمعيات خدمت تحت نشيط هذا نجد مايد مثلا لانت الجمعيات اللي خدموني حنا حتى اللي نجوا نجمع فلاس تلقفوا لانت الاغلبيه الجمعيات سكنت مايد يعني بغض النظر على اللي تسكن الجامعه ولا اللي سكنت مؤسسه تضنين لانت الجمعيات اللي خدمني تحمايد يعني وفرت مايا بالنسبه للسؤال اللي سنيت لا انت احمد نغرب اللي سكن الارقام من تحت التليفونات يعني جمعيات الطلبه اللي مدنا اللي دار الرميد ولا تسكن ولا تولي تسكن ولا تسكن المعلومات باش غادي نتعاون اشكو لا نبدلوا الغرانين يعني لا بالضيقه مضطر باش يفكيك انا مثلا شي معلومات من الزمات كله وكان يلي التعاون حمايا بالنسبه للمدريت اللي تو استفد من الرميد يعني تي راه استفد ما يديك غير استرتيب اللي انا كنا سنيتي للضغط ولاد اللي يوفى حتى ماشي حتى الضغط هادو الفنات كله داح فينا اللي ما كله يمدنا كله داح مولنا غير كلي هاتي ورسول الحرب الوباء يعني كله صحيح كله مولنا هكذا ما يذكر شي الدوله تنت تقاوع يا سمعت غنى فات تكيمك سيمك باش هادوري تنشر هاك ولا كان الحاجه كان الحاله يا ربي السلام هادور تنتشر نعم يعني اركان استدريجي يعني باش السمعات ماشي يسكتون وهو في اسكاء الخرج الا استدريج القضيه الاستخلاص ماني سفتون بالضبط المركز وري لك هذا المركز تحمس الجماعه لا الا بزاف شكون اللي بونك زعما كلشي ولا لا غير لا البنك ولكن انت متنقله متنقله مد الاغلبيه تدور اما سوله التيما ولا سبت قردان ولا تارودانت نعم هذا بالنسبه للجمال تيسندل نعم ولكن غير ساكني يعني ما يدي كذا الاشكال كذا الارهاق يمد اللي داروا لي لا سد مثلا ولي راه يمز 800 درهم مثلا اللي كان دعم شخصين خصتني تاع الصباحي بدو وقت طاف الحديد ديالها ولا التيما
ولا اسف لك يعني في اللي حني تقولي لا كتيني اللي حلو خطفنا تاكسينت كذا الوقت اللي تنقول اتي تقرق المبلغ اللي سري ما تي نقص الحال ولكن غير هذا مع يقال ممنوع هذا سين منه يعني يقام صار اخطف سين ولا سين ولا كرد اثنين ولا زري يعني هذا صني ضرب ما يكون ما سكتين انت نقول غادي قالت انت ني قال اشكار قال اسني حتى وسائل النار يعني النقل يعني لا ولكن غير كادي قال الا في لون كني الا في لون كني مثلا تسكن التوعيه الساكنه مثلا ولي دير لك مود باس مثلا عطي تصبرنا على دوات دو النووي تظالم وحده يعني متنقله كذا ولي قال لي الوكاله انا متنقله تظالم باش كتسمى المركز الجماعه ولا اي ليا الوسيط يا الوسيط مثلا يستخلص كل ما ينميت نهي هذا السكن التنقل الوسيط هذا موضوع ثقه اشكو اللي ساكتين هاتي الرقم اللي سري يخص يوينك واحد يعني خص تلقى الوسيط اللي قال اللي قال موضوع الثقه باش تكون يا ويميت نهي هذا ديال التنقل الجماعي غير اللي سنيتي قاموا كل اللي في الفلاس عطيت انت فتي ميكان البركه اللي راه الدناوي ديال الدويره الدعك السياسي يلا مبلغ اللي راه في اخطف كان نسني تاس مصطفى يعني غادي كاع اشكال راه نحاول ان شاء الله نوفا كان الصيغه لان حتى المسائل ديال الماد غاتولي انت يعني صيغ قانونيه خصها انت تمسك تغطي مثلا واحده متنقله انا تذكر اللي سني تي كواسيط باش هذا الشكل تكتم انا الدياوي يعني الا تكيت كان الاجراءات اللي قال انت قانونيه باش يعني اجمان بطريقه يعني ناجحه ولكن ان شاء الله يعني الفكره تلقى فكره يعني تفكي تحت ان شاء الله قلت نسكر قاعده الدراسه باش ان شاء الله نوفا نسكر نعم تلا القضية أنت ليت القضية دي مثلا القضية أنت نقول بزاف أنظر بزاف في بعض الجماعات والسنيز ديالهم لا بدأوا بليجي كل السوق كل نهار السوق درستي لي رخصة خاصة ولا درستي دي كاشي لامين صحيح بعض الجماعات يضغم كعدية الجماعة ورزوت صريحة براغين الضرورة كل نهار السوق درستي كاشي لمن يعني ما يدري تشكل دحية النوع التنقل دحا دح سجلت أم غير ما نهيد لا ولا كذا ودارون إلا الإشكالات لا نكل أشكال زرح اللي يعني ولي وين تالي زوان اللي يخدم سي سوري لا الإشكال نبش أكري قلت لأنا وانا أصلي نعد أسكت وانا أصلي نقا إشكال نيت يضني المدنة لنتحيد الأزمة يعني بعض المسائل مثلا مدنا بنادم لا لا يدو الدجاوي الخير نعم ما كاش السوق يسي خصها تشجع يعني ولكن المشكل لا ولي لا وزرح لا نكني كجماعة نعم واخا غير كله غير نساو فما ساكتين المواد الغذائيه هذه القضيه ديالنا المسائل الاجراءات اللي سالت لك المعونه اللي سالت لك ميت يعني تنات تنام تسكن في اللازنة ما يجيب حماس كل شيء حل الجنون مثلا الديت القضيه ضمن اش كنت نيت الخضار كل شيء ما ربما نيت عرفت دوت هنا كذا ولكن اللحوم الحمراء والبيضاء يعني فيو فلوس الكريله غرمي كذا يسير لك راه بزاف ولا بالضروره خاصه تحيد دوزو للتيما يدوز سؤالين سبت قلت انا في السنين بالنسبه الحمد لله انا كني كجامعه سندان لان الدراري اللي سكن يعني درسنا يفولوزن يعني الدوار محمد كاسكن دوران كنا الجامعه يعني تقا يعني حتى مدنا اللي سكنين المبادره يعني من بين المبادرات اللي سكنت الجمعيه الساكنه من جامعه سندان هو حتى اريد تسي بنادم يعني حتى ارضي الطرما ينرخص واليوم انت باش تنتاوي السوق الزنزه يقرب اسني الجامعه قرب ناس مدن اري الدوار اري الزنزاسيان الثمن اللي كان مناسب اري تستفاد انت انا تستفاد المدن انت نعم ان شاء الله يعني ما يد كله يتعلق سما ساكتين الكورونا فهاد ليس اجمالا على العموم التنميه حما ساكتين الجامعه الجامعه تنسي نيسندال يعني غاصه غير ربما الولايه انه يحول لك ران طاري يعني في حدود سنه تقريبا هاتي راه دايرين الانتخابات الجمعيه وما الى ذلك يعني ارغس ابرز ما يتيسكر تبارك الله نزرع اغارس لحد نشكا يعني اغارستي الى كل النيلو اللي غادي يقرب الجامعه يعني ربما لا سوين اشغال الجامعه يعني كل زين دماد ما يتيسكر نحمس الجامعه تبارك الله غير سنيت هاتي لوزين انطلق يعني راك في الانطلاقه ربما ونس نيسس يتخلص الجامعه غير الضرائب فما لوزينات ولا ورثه يعني راه هي الدفعه من قرب الساكن الجامعه راه يعاون حتى 100 يعاون حي العدد المسير بالنسبه للتنميه في الجامعه التنس نتال يعني تسرع يعني سياده الوتيره اللي كان لا باس بها يعني وراني نتكا سميتو
يعني المسائل الرزقية بالنسبة للبنية التحتية، يعني أمان الضوء أغراس، يعني المسائل الضوء تقريبا الأغلبية نظرا إلى لاكيس باستثناء الغوار أمان تقريبا هاتي ولا غير تكرسنا غير الدراسة باش ان شاء الله يحبسها غير الخير، ديما كنتي نخدمي في يعني الدراسه ديال كلشي باش ان شاء الله عايش نجوج المسائل. وكان بالنسبه للتنميه تاع تزيكيز بالنسبه لها كتسني الضرائب بالنسبه للوزين وتا وتا الجامعه وتا كيس والو، يلا غير دار تخلص غير دار ما اللي لا ندير 100 رغبات اللي كان الوعاء اللي وينتني يعني الاستخلاص انا سوف نتخلص نخدم سيسو. نعم يعني تقريبا ورتاح قدامك تخصيص لوزين حماس القضيه الضرائبيه للجماعه مثلا حماس الجماعه يعني ايمي مقرن مثلا لوزين مزيد الاسمنت هذا كيزين 600 ولا 700 مليون كل سنه الى الجماعه كني حماس غير يرتاح حديد لا غير ما ينال تحدد على حسب الكميه اللي راه التسين غير هذيك اللي يلاه نخلي يحتل له مؤقت الغباوه النقي غير هذه نعم حتى لك انا سميت اما كان السنين المبلغ هنا تقريبا يتيرين ما بين 600 شوف لا غير ما ينال حسب الانتاج اللي راه تسكر يعني الوحده الصناعيه. نعم واخا اما الجديد فيما يتعلق بالتعليم قضية التعليم حماس الجماعة الجديد فلاس نسن تقريبا غير لي ساكن مليح إلا نتوقف في اضطراري حماس التعليم مدينة رقلا عن بعد، ولكن بما يتعلق مسكتين المؤسسات الجديد اللي تيسكر الأعمال حماس منذ بداية الدخول المدرسي راه غادي يسير لك الجديد ولا اللي السنة الماضية شكون تقريبا ديجا تزري الدار نحن برنامج الملف التنموية، ولكن ارغي ارغصد من المرخود انا ارغصد يعني سنه ايام ما كان مستجد حماس العمل المستجد لله الغلد هو انه درنا غلد يعني كرادي النقل المدرسي يعني خدمتي الدراري اللي كان اللي كاني كاتين ديال النقل هذا المدرسي لبعض الدراري الفاخرين غير هذا الا وصولي الى هذا المدرسي بالنسبه لي اللي باري قلتني يعني سرح هذه التناقص بالاضافه ان شاء الله للتيريات المدرسه تجميع المجموعات ان شاء الله الى فما كاست المنطقه الجبليه تقريبا يتفكى الماشي يتفكى كل شيء غير ضمنت فقط بدايه الاشغال. نعم يعني بالنسبه للتعليم والتعليمات اللي هاتي بالنسبه لجامعه التنسين سندال يعني ايكاع عادي وجوجو كيشي الا كان المشكل كل شيء الاقسام المدارس كل شيء الا امان كل شيء الا كان المشكل. نعم ان شاء الله سي ابو محمد حسان كمل طريق الاصاد بقات لك واحد 10 دقائق تاع طريق جيب لنا الجديد ديالنا ان شاء الله نتصلوا بالسيد الرئيس ونديروا معاه الموعد اخر جديد ولما لا علاش لا ويكون في عز هذا ولا في ظل هذه الازمه ان شاء الله اللي كنتمنى كما قلنا مدهم كثير ان شاء الله حتى نهار 20 فبراير 20 ابريل. قضيه الصحه المشكله غير تبين سيارات نقل المتحمسه كثير من الجماعه يعني سيارات الاسعاف الماياد يعني كل شيء ما يدار يصفر احمد كل تيسكن حلقه ديال الجانب الصحي حماس الجماعه في خصوص مثلا المستوصف سيارات الاسعاف وما الى ذلك. بالنسبه لجامعه التنس الحمد لله بالنسبه للمسائل الصحيه يعني دار يعني دار سيارات الاسعافات تنت لا الا نسكر ليكوغرافيا تينا كتدي ربما خرج جسد لوش تعيش له ليكوغرافيا درنا نفس الشيء كسر المتنقل الا درنا هو اللي يبيد ندولي كان متنقل نسك القاعات يعني القاعات متعدده الاختصاصات اللي ستينها ما كاش السبيطارات نسك كذلك لي في سي يعني نسك السبيطارات نسك بعض الماتريال تنت الاجهزه نويت نقول له يعني الحمد لله انا نسكر اتفاقيات اتفاقيات المندوبيه الصحه انترودنت نخدم يعني الحمد لله غادي نستعد بخير نتمنى ان شاء الله ادشون زيد عما قريب ان شاء الله يطلع لومبيلونس لان الا درنا الا الدروس الساكنات ارتسيكيز سيات الوتيره يعني مرتفعه عندنا ارتزايد لا ولد حتى كاين يعني ارتزدغن وكاين ان شاء الله نتمنى باش نسكر سيارة الإسعاف يردين إن شاء الله باش يردين لي الاكتفاء الذاتي. نعم إن شاء الله بخصوص الكهرباء الساعة اللي تنيتي ربما يعم كله ولكن العمل الجمعوي يعني الجمعيات اللي تعاونين حتى التنمية اللي تعاونت الجماعة تكانت هي تسقى حماس التنمية أساس تخصيص مكان الدعم كانت كجمعيات ناشطة وما إلى ذلك سد العمل مثلا ربما عام استثنائي غير كليس هنا يعني ويبيد الأنشطة يبيد كذا ولكن ما يديزرين ما يتيسكر نحو الجانب الجمعويات. بالنسبة للدعم الجمعيات اللي كنا نسكر كجامعة التنس نسكر الدعم الجمعيات اللي كانين بزاف خاصة مثلا مثلا الجمعية مثلا جديحة سليمان للتعليم العتيق مثلا اللي عقرنا ما بين 60 حتى 80 نود الدري
تقدر تدعم مثلا تين ديالي، تدعم الجمعية النقل المدرسي، تدعم دار الطالب والطالبة سواء اللي نحو قصاد، سواء اللي نحو أهل الرمال، سواء اللي حسبت القردان. أشكو علاش أقول لك سقر يعني الدراري الجامعة سيني سندال داوي الاحتياجات الخاصة حتى ندعم يعني جوج الجمعيات اللي كانت خاصة الدعم. أما بالنسبة للجمعية التنموية أردت ندعم إحياء الجانب، مثلا كنا نسكن مثلا كالبروجي مثلا نفرض قاعة متعددة راه تقال مثلا زوج مثلا يعني البقعة أرضية أردت لي الاتفاقية اتفاقية ما نتعمل في إطار العمل ماشي في إطار يعني هذا نخصيص المبلغ. علاش؟ لانه قلت الجمعيات التنمويه في المنطقه هادي تشكيت مثلا الجمعيات التنمويه شنو كله تكات ولا الدركي اللي ماشي تنجو تكات، والا تقسمت معايا نغار سكران اش نشفت كان حاجه اللي قدرنا غير غادي تقضي عند كل شيء وكانوا تندرا. نعم ان شاء الله. غادي في خصوص الجانبات اللي سنيت الجانب الجمعيات سي محمد حسان انك ودي القضيه المدرسه اللي سنيت يعني واش كيقصد بها المدرسه الجماعتيه يعني في ادرار، واش الدعم ديال دار الطالب ساهمت به الجماعه ولا مازال؟ بالنسبه ل وانا السؤال زوال بعد نشكر نفس السؤال سي السؤال فوركين تقامت جميع المجموعات يعني درني كنا ماشي المدرسه الجامعيه اللي ستيني كنا تقات جميع المجموعات تقويت المجموعات كله راس نتذكرت المركز اللي قلتي لي المطعم رقصتي لي القاعه يعني الاعلاميه ترقصتي لي كل شيء ابلا سكنوا رقصتي لي يعني اكو سقران الدراري عطني حتى هو النقيه تندعد ماشي جد المدرسه الجامعاتيه اللي كنت تروح حتى دو يعني نتكت جميع المجموعات اللي كاينين غوفلا يعني غير مركز المنطقه الجبليه تقول لي تمن الدراري اللي قرايين حيدو رانا يعني غير ما يدفع لها تفرض باش ان زيد ندعم يعني في الوسائل النقل المدرسي حتى ديكان تلاتي تفكر الماشينز خا ما كتنوج جرب الطبيب ولا المنجوبيات تفكر الماشينز غير ربما اللي حتى الجائحة ديال كورونا كيحبس بداية الأشغال. هذه من جهة. بالنسبة لدار الطالب يعني خصيص المبلغ يعني نزدريت الدورة ندفع كل شيء ولكن ورتا يتصرفات مازال ثلاث شهور الوقت إن شاء الله باش يتصرف. إن شاء الله. المعمل اللي سنيت حماس لنا حتى منون المعمل الجديد يسقيس تحترم مثلا القضيه اللي ايت مزير اضام الحصان حماس كاين القضيه ان فرص التشغيل والشغل مثلا يتدخل معاد حماس الجري منون حماس المعمل اللي يحتمل. بالنسبه لكني نسكر يعني المجهودات انها تنتقى يعني الاغلبيه لا نمد نخدمين لا نمد نخدمين يعني الاعداد البشري يخدمون في جامعه التنس مثلا الين الدراري اللي تخدمين يعني وين توارث انت اثنين باش تخدم ماشي كلشي يخدم ولكن ماشي كلشي تكوت الاغلبيه تخدم من الدنيا بنات الا اللي تخدم لنا نتمنى ان شاء الله غادي في المستقبل لكن من جهتنا تربدا نتركز في القضيه باش تخدم لنا الاولى الدراري المنطقه غير هذا تخدم لنا شكون غير لي سوتري طون غير دايلا نعم من اللي قالين نخدم كري يقول نخدم الدرك راه وين الا غير لكن في انتظار ان شاء الله باش يبدا لو زين باش هكذا تخدم الدراري المنطقه ان شاء الله بزاف. نعم ان شاء الله. في الختام باش نخدم البرنامج ان شاء الله وكان غير كلي سناتي السؤال البرنامج ولكن قبل السؤال واش كدير السيونس بالهاروش سؤال السيد الرئيس حول مدرسه تيتسي الابتدائيه تعيش وضعيه مزريه في بعض اللوازم كالطاولات وبعض المرافق. السيد مدير المدرسه ما غاديش نتهموا المدير وما غاديش نتهموا حتى واحد غادي نشوفوا مثلا الترف هذا الجانب واخا دار اختصاص ديال المديريه الاقليميه. تحيه سي مصطفى والتحيه العاليه السيد الرئيس على التواصل الدائم والغيور على المنطقه ديالو السي حسن اتبل السيونس مثلا انك ودي القضيه المدرسه الابتدائيه تيتسي مدرسه تيتسي انك ودي تعيش في وضعيه مزريه خاصه نطلب على اللوازم الطاولات وما الى ذلك يعني ما ترفع محمد سميد حدا المديريه الاقليميه باش تجهز المدرسات ولا ربما اصلي التعاون محمد القضيه الجانب المادي ما ستوفر ما هو. بالنسبه للمدرسه هنا الفرعيه تيتسي وراني يعني تعيش يعني حاله مزريه تشكر بعدا ركزنا لي دحنا السؤال لان الوقت نيت حاجه مزريه يعني ولا الدور لا نومان ولا والو يعني المدرسه اللي قيس ومان اللي قيس الضو يلاه يعني نسكراسني كني الصور كجماعه يلاه تخدم قيس
يعني الجمعيه تخدم في يعني تقوم صد الدور لا الخصاص يعني لا الخصاص، ولكن ماشي غير الفرعيه، لا لا جميع الفرعيات يخرجنا جميع المؤسسات. يعني هذه تري دمينا تخصو كان طاوله الدمية، ولكن هاتي ما تخدم في نخدم في الناس ان شاء الله. باش ربما اللي لان كني دايرين تك الاصلاحات ان شاء الله. ف يعني اسكوسه نتلي هنا. نعم نعم ان شاء الله. شكرا على التوضيح السيد المكان المدرسة اللي سني تغادر سي بو محمد حسان. بس هنا انك ديما البلاصه تحت لا المدرسه ديال الحاج سي ناس المركزيه ديال الحاج سليمان. المركز اللي لان خما كستني غير نرد تحت لا المركزيه المدرسه المركزيه. نعم واخا الدري ان شاء الله دار السؤال اللي ساكنه باش نسيس نختم البرنامج. التيغان دمان التدابير تكرمي ان شاء الله باش الحد من هاد الفيروس ان شاء الله فيما يتعلق في المنطقه ديال الجامعه ديال سيني سندان، باش تدوري كشما ما هي القضية التعقيم، القضية غير اللي ساكن نحن المساعدات الإنسانية، القضية الدعم ولا مساعدات مثل اللي موديوش كدعم باش تدور تنتقل من وإلى البلايصة اللي تكوك في اللاس اللي خصها الترخيص خصها تخطط ما تتاوين، يعني كل ما يد مركز تسكرم إن شاء الله. بالنسبة للجامعة تيتيني سندال نكني دائما غير ساكتيني أول حاجة بعدا بالنسبة للجامعة تيتيني سندال تنتمي يعني الجهة سوس مسا يعني إقليم تالودنت، والحمد لله تتسمك اللي تسنت يعني الجهة نحن كني نسوس يعني كيس تحت المرتبة يفوركين يعني على خير هذا نتمنى إن شاء الله سرقي سرون تزيادة. إغدا نسور في إقليم تالودنت اللي خليت الحالة ستين كيسي كانت كاع الحالة اللي لنا السيدة اللي يعني ما لنا إلا وكان جامعة سنين الحمد لله ودنا لك الحالة نتمنى يمدن أرنتني يمدن يعني أدعاون صبرني يمكيك أرنسان لك ماما تاد نسنت غير كادني دارت نتلستان وين تيقول ما نسن هاتيا اللي راه يتصرف اللي دوري تاخذوا الأغراض تاعي بقيت وريق نس ما إذا سري خاتيني باش إن شاء الله نكني التليفون دائما مفتوح، الإدارة دائما مفتوحة إلا كان الإشكال سواء جميع المسائل تصل نصيح لك اللي منو فاترة نسكر اللي منو فاترة نقلب لأن ضروري يعني أفوس خفوس باش أنا نتعاون في الوباء ياد يعني المرضى ياد اللي لان غير خصنا فلاس نتعاون كله باش نغلب أشكو فلاس نتعاون هذه اللي تغلب غادي تخصني كنا كلشي فلاس نتعاون. نعم. ان شاء الله ولكن داري صحيح. داري ان شاء الله احساس بانه الجمعيات خلقات مجهودات نسنت اثرت طلب غنيت الجمعيات كله تنتقل لك المشكل حكره ودوار ولا المنطقه طلب الجمعيات استيقظت باش ان شاء الله اللي تنسق قرات نهديتون السلطه المحليه تتقيم سي الواجب اللي كان رائع بزاف بزاف. هذا نشكر من براد السيد العام اللي كان المسؤول الاول الاقليم في المجهودات اللي نيكا، نشكر كذلك الصحافه اللي كان المجهود رغم انه القليل والقليل ما تسن يعني قالني المجهود بزاف باش هادي وعين مدن. نشكر كذلك الجريده الالكترونيه شتوكا بريس اللي دائما راه تستضاف. نعم. نشكر السي مصطفى على الاستضافه وكون ان شاء الله نتمنى ان شاء الله الضف 26 ان شاء الله. نعم صحيح كان يزاكني حنسكر نضيد نفو ناسي الرياض نربح ننتصر فما سكتي ان شاء الله. الوباء هذا الوباء زود الحرب احنا لا زود الحرب يعني تقاومت باش دوري قلت يموضان يقولوا راه حتى الموتى وما الى ذلك لا حدوري في الماحي تهل ما ان شاء الله نتمنى غتدي حدو 20 سي ادري يصير ضافت سير في الجامعه عند الحمد لله يعني راضي تفتير الحمد لله نعم غادي نستعتر لك المشكل بالنسبه للاعطاء بالنسبه للموظفين بالنسبه حتى للساكنه الحمد لله لنا مدن واعيين الا كان المشكل راه سقسان اسك خلي لقاءات حوان عبر الواتساب عبر كل فيس عبر كل شيء يعني الباب مفتوح لك اصلا نتناقش على المدن كل شيء دائما والحمد لله. نعم. نشكر مدن لا المدن لا حدا كان بعض الاسئله راس الجواب لا الانتقادات ولكن بالنسبه لك الانتقادات انا قلت سيتي كانت اريد كانت روح معنويه يعني غير كلين 2021 حنا الانتخابات يدرت الحنزر الضحي عاود رانا جمعين ربي تبارك وتعالى قدنا نسمع من الضحي. نعم. مرير ان شاء الله ان شاء الله سي الدراري كنت نشكرك وني كذلك كنت نشكرك كذلك التنسيس من ان شاء الله نتمنى ان شاء الله نجاوب كل شيء في الاسئله اللي كاين مهمه وخاصه واللي تعلق بالنسبه للظرفيه اللي حنا للجائحه ديال الكورونا ان شاء الله نتمنى ربي تبارك وتعالى ما يدي حد وتدي حد 22 تينو ريزري غير اللي تزرام يعني المساعدات ميد نعاون تجاوب نداءات السلطات اخر نداء تيكان وهو تكمم تستلس بنادم
16 ريال يعني درهم قل 4 ريال ما يجري كمكلف ربما يضغمنا نرد سكنية القرار ضنين بس بخصوص مثلا بوت حانوتي 60 تدوري تجلسوا فوس نسيت كمان تكتي دي في ايات البياسة اللي سنتيني اتصغط 10 سيات تكلي حلباكيت تقام وعقامة تحكم تيسكي التسيتي يتسيات باش ما يدعشكو انا غير دي لكم الفيروس يلكم يطل الدرجة حيث نتقى الحل هوا ماشي لا حل هوا ولكن حين لحنا كرومادون حلمو حيط لي حليت اتقدر اكست صبتها ولكن يوخد يكون ينسلم ورا يقرب كنا إن شاء الله مصطفى لذلك نتحيو دائما وإن شاء الله القادم أحلى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.